عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد من مطار يوتيوبر اي في السويد. نبلش من اهم شيء الباركيرينج. هاي الباركيرينج اسعار رخيصة نوعا ما، والتاكسي كمان هون موقف. بنزلكم هون التاكسي اذا اجيتوا التاكسي. هاي علم السويد عم برفرف رفرف يا صديقي عاليا. هلا بنحمل حالنا ونفوت على المطار. الجو ماطر طبعا مثل ما شايفين. هاي مثل ما شايفين هون كمان يوتيوبري لاند فيتر ايربورت، اسم المطار لاند فيتر، اسم المدينة يوتيوبري. ديبورترز المغادرين. هلا انا مو مغادر بس جاي مساعدة صديق. احلى شيء هاي البوابات، ما في داعي الواحد يمد ايده ويطالع من برا الزيبة، تفتح لحالها. طبعا مو شيء جديد بس عم بمدح بهذا الشيء، مو شيء جديد علي بنوب. هاي المطار من جوا، يعني هاي مكانات تشيك ان للي ما معه باجاج. في مطاعم، في سوبر ماركت، في اوتيل. هاي 7-11، يعني هذا محل معروف، سوبر ماركت ومطعم وكل شيء، دخان. هاي المكاتب تبع التشيك ان اللي معه باجاج. هون طوالي مثل ما شايفين في اوتيل للي بده يبات بالمطار. يعني مطار فاضي نوعا ما. في دنيا شتوية والعالم بالضبط ببيوتها. وهاي اصحابنا عم بيطلعوا التيكت. هاي السيارة الفولفو، هاي صناعة السويد طبعا. هاي مثل اعلان لشركة فولفو. هاي سيارة حديثة جدا بس سعرها واو. XC40 ما شاء الله. هاي شحن، شايفين؟ بنكمل جولتنا بالمطار. هاي هون الدخول بعد ما الواحد يعمل تشيك ان. هون الكنترول، اول كنترول تقريبا. طبعا هون اوتوماتيك على التيكت الواحد بفوت، ما في داعي لا يورجي جوازه ولا يورجي شيء. مثل ما شايفين هاي العالم بتحط التيكت بتصير خضرة وبتمشي. في مثل ما قلت لكم هون كل شيء، في تحويل مصاري، مكاتب قطع، مكاتب تأجير سيارات. هلا رح نمر عليهم، حتى في مكاتب لحجوزات الباصات. هاي ماكينة شراء مي وما مي والقصص، يعني مشاريب. هاي الباصات اللي بوصلوا على المطار، هاد ما بعرف شو بصراحة. هاي بوابة طبعا للدخول لهون كمان. هاي فوركس تحويل الأموال. هذا محل بروس بيرون،
يعني هذا المحل بقالية سوبر ماركت بيع دخان والشغلات بس. هاي مطعم الماكس شكله مسكر. هاي كانت نهاية جولتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا إذا ما كانت جولة كبيرة كتير، بس ممنوع الواحد يصور وين ما كان.